يعطيكم العافية. في هذا الدرس راح ننزل جي دي كي والاس دي كي عشان نقدر نصدر اللعبة الخاصة فينا للاندرويد. نفتح على جوجل ونكتب جي دي كي 8، جي دي كي 8 ما بدنا 9، او نزل 9 مش حتفرق كتير، لكن احنا حننزل جي دي كي 8. بعد كده حتختار هنا accept license agreement، وبنختار هنا طبعا هنا هذه البلاتفورم او البرامج الخاصة بالبلاتفورم، في عندي لينكس الماك والويندوز. اذا انت نظام التشغيل تبعك لينكس بتنزل اللينكس، اذا انت نظام التشغيل تبعك ماك فبتنزل الماك، اذا انت نظام التشغيل تبعك ويندوز بتنزل الويندوز. لكن الويندوز في عندك 32، في عندك 64. كيف تعرف نوع نظام التشغيل؟ بتروح على هذا الكمبيوتر خصائص، بتشوف نوع النظام، نظام التشغيل 64 بت. بما انه هنا 64 بت فحروح هنا وحنزل نسخة 64 بت. حنعمل هنا حفظ، طبعا انا منزله مش هحفظه كمان مرة. حنعمل هنا رجوع وبنكتب هنا اندرويد SDK، تمام. فمنروح نختار اول موقع، وبقى حيفتح لي الموقع الخاص في الاندرويد، وبنعمل هنا داونلود اندرويد ستوديو. حنعمل هنا طبعا هذه الشروط اذا انت حابب تقراها، وطبعا هنا بتقول له ان انا قرات الشروط، وبعد كده بعمل داونلود اندرويد ستوديو. طبعا بعد كده تعمل ايش؟ حفظ. طبعا هو حجمه تقريبا 1 ميجا، 1 جيجا، مش 1 ميجا، 1 جيجا. طبعا حياخد وقت في التنزيل. طبعا بعد ما انا نزلتهم بدنا نروح انا وين حفظتهم، تمام. هاي في عند هنا الجي دي كي اللي نزلناه، بتدعس عليه دبل كليك، نعمل نعم، وبعد كده بتعمل نيكست نيكست نيكست، اشي روتيني يعني ما في اي صعوبة. طبعا بس يفتح معنا هنا، طبعا هنا بنعمل نيكست، وبنعمل بعدها نيكست، وبعدها نيكست، وبعد كده ايش راح يتم تنصيبه. طبعا انا منزله قبل كده فمش محتاج خدمات والجيت. طيب يا اخي عمل لي الغاء يا اخي، هاي عملت انها مهمة، تمام. وكده انت بتقدر يعني كده انت نصبت الجي دي كي نيكست 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 نيكست، اوكي. بعد ما تعمل تنصيب بتروح على هذا الكمبيوتر على قوس السي. طبعا بعد ما تخلص تنصيب الجي دي كي بنروح على البروجرام فايل، بنروح على الجافا، بنروح هنا حيكون في عندك انت 2 او 3، لكن اختار اول واحد. بتختار بي اي ان، شايف الرابط هذا، بتعمل له كنترول سي، تمام. وبنيجي هنا هذا الكمبيوتر خصائص، بنروح على اعدادات النظام المتقدمة، وبنروح على متغيرات البيئة. في عندي هنا بننزل في عندي هنا باث، ندعس عليها دبل كليك، بنروح هنا في الاخر، بضلك تدعس على زر السهم، بضلك تدعس على الاخر، بتحط فاصلة منقوطة، فارزة منقوطة، و كنترول في، وبعد كده بتعمل ايش؟ موافق. طبعا انا ضايفه قبل كده فهعمل الغاء. انت بتحط موافق، بتحط هنا موافق، انا احط الغاء، وانت هنا بتحط موافق وانا راح احط الغاء، تمام. طيب كده انت عملت اللي هي الاعدادات تبعت الجي دي كي. بنيجي ننزل الاس دي كي، طبعا هنا بندعس فتح للاندرويد، نستنى شوي. راح تظهر لنا هاي الواجهة، حقول له تشغيل، وراح يفتح لي الاندرويد ستوديو، حيعمل سيت اب للاندرويد. طبعا بعد هاي شوية وحيفتح، طبعا هنا حعمل نعم، فتحت معنا الواجهة. وحاجة اقول له طبعا ان انت حتكون عندك مش ممكن تكون مش عندك هذا الخيار، طبعا انا عشان ينزلوا الاندرويد ستوديو قبل كده فحشيل هذا الخيار، تمام، انه انا ما بدي نصبه او ما بدي يجي من القديم. حام اقول له نيكست، وبعد كده تقول له انت حتفتح اول ما تفتح عندك حتفتح معك في الواجهه هاي. حاجه اقول له نيكست، وطبعا حتعمل هنا نيكست، وحتعمل هنا اجري، وبعدها نيكست او انستول، وحيبدا يعمل تنصيب للاندرويد ستوديو. طبعا لازم تكون فاتح عندك طبعا بعد ما تفتح الاندرويد ستوديو حنعمل بعد ما يخلص التنصيب حيفتح وحيقعد ينزل شوية اشياء، فانت بتخليه ينزله.
هذه حينزل لانه حينزل اس دي كي. طبعا حط كانسل وكده انت نزلت الجي دي كي والاس دي كي، ونشوف قداس القادم والسلام عليكم.